مع بداية الموسم الجديد النادي الأهلي يبدأ مشواره بمواجهة قوية مع فريق سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لبداية قوية من أجل الاحتفاظ باللقب ومواصلة سلسلة الانتصارات. انتظرونا في الاستوديو التحليلي للمباراة مع نخبة من نجوم التحليل في استاد الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.